مرحبا واهلا وسهلا فيكم. انا حسان يوسف جبر، المسؤول الوطني للجنه التعليم الطبي في IFMSA-Jo. اليوم بدنا نحكي عن السوشيال اكاونتابيليتي. ببساطه هي التزام المدارس الطبيه بتوجيه دراساتها وبحوثاتها وتعليمهم نحو معالجه الشوائب الصحيه ذات الاولويات في المجتمعات اللي عندنا، ويمكن التعرف على هذه الاولويات الصحيه بالتعاون مع الحكومات ومنظمات الرعايه الصحيه. الهدف من السوشيال اكاونتابيليتي ببساطه ان احنا نخرج اطباء في المستقبل عندهم المهارات والتدريب الكافي حتى يتركوا بصمتهم الايجابيه على الوضع الصحي للمجتمع ويأملون لنا حياه افضل بالمستقبل. هاي جايز، انا لانا ريال، كوردينيتور للسوشيال اكاونتابيليتي بروجرام. بدي احكي عن اهداف هذا البروجرام، انه كل حدا فينا يقدر يحكي عن المشكلات اللي بتواجهه بكليته او بالقطاع الطبي او اي شيء علاقه بالمستوى والخدمات الصحيه اللي عم تتقدم عندنا بالاردن، نحاول نلاقي حلول لهاي المشكلات، وبرضه انه نزيد الوعي حول الوضع الصحي بالاردن وناخذ راي المرضى ومطالبهم لحتى نحسن الخدمات اللي عم تتقدم لهم ونحقق العداله بتقديم هاي الخدمات. ليش تقدموا هذا البروجرام؟ لان السوشيال اكاونتابيليتي شيء كثير مهم، بس مو كل الناس بيعرفوا ولا كل الطلاب فاهمينه منيح، فإجا هذا البروجرام لحتى يقدم الفكرة الأحسن عنه لحتى الكل يقدر يفهمه ويحكي فيه، وهو بعطيك فرصة لأنه أنت تكون حدا كتير إيجابي بالمجتمع، يكون لك تأثير كتير إيجابي على حياة الناس. برضه بعطيك فرصة لأنه أنت تشارك أهدافك وطموحاتك حول الوضع الصحي عندنا بالأردن مع الكل وتحاول تحقق هاي الأهداف. وآخر إشي باختصار كل هذا، تكون جزء منه أنت لتحسين خدمتك مستقبلا، تكون جزء في تحسين مسيرة القطاع الطبي مستقبلا. باي.